اختي ما تزوجت بابا. كيف؟ ايه؟ عن جد ما تزوجت؟ ايه صح. انت لو تعرف شو اللي صار. اخيرا رجع على دراسة. يعني مو هذا بس اللي صار بالضبط. برأيي رجع. لك شوفي واحدة منكم تحكي لي جوري وينها؟ مرحبا، بعتذر منكم، اسفه كثير. ايه اسفه كثير، عفوا. مرحبا. في شخص رح يسافر هلا على طياره نيويورك ولازم شوفه. بعتذر ما فيني اخدمك. كيف يعني ما فيك تخدمني استاذ؟ بس انا لازم شوفه ضروري واحكي معه، يعني اتصلت فيه بس تليفونه مسكر، بركي اذا ناديت له بالميكروفون بيرجع. انا بعتذر يا مدى. يا خانم يلا تفضل. ما فهمت علي، ليك لو سمحت اسمعني، هو كان مفكرني رح اتزوج ماشي؟ يعني من حدا غيره. بس انا بحب عمر بيك كثير. شو فكرك؟ اذا سافر هلا رح اخسره. خلص يا خانم، انت هيك عم تاخرينا، بعدي لو سمحتي. شو حضرتك ما حبيتي بحياتك؟ هذا الشخص هو حب حياتي الوحيد، فهمتي؟ ولسه ما اعترفت له لهلا، وهلا رح يسافر من دون ما يعرف انه انا بحبه كثير. اذا بتريدي يا خانم. يا خانم تفضلي. لو سمحت تفضلي تفضلي. لو سمحت لو سمحت، انا كثير مضطره اشوفه، ساعدوني بترجاكم. يلا تفضلي معي. لو سمحت تعي معي امشي. كرمال الله بترجاكي ساعديني. يرجى من جميع المسافرين على متن الخطوط التركية المتجهة إلى نيويورك التوجه إلى البوابة رقم 20. لو سمحتي شان الله ساعديني. ليكي هي أول مرة بطلب منك خدمة. أختي أنت بتعرفي سياسة نظام الصوت عنا بالمطار، بدك أخسر شغلي يعني؟ هو الصباح قال لي بده يحكي معي لآخر مرة، وأنا كنت لابسة هذا الفستان وشاف الوجع اللي بعيوني. إيه مسكينة كتير. وقتها تمنيت الموت، ما قلت له، ما قدرت قله أني بحبه وبموت فيه. ليش يعني؟ لأنه في وحدة اسمها توليب خانم، وحدة غنية كتير وقوية كتير. توليب خانم بتحبه لعمر بيك، هذا غير انه في بايده دليل رح تقتل ابي فيه اذا بتكشفه. حتى حاولت تتزوجني من حدا تاني بالقوه، بتصدقوا؟ فظيعه. قلتي لي شو هي الكنيه؟ سباهي حكيم اغلو، كنيه عمر بيك حكيم اغلو. السيد عمر حكيم اغلو يرجى التوجه فورا. عمر بيك انا ما تزوجت. عمر بيك انا ما تزوجت. عمر لك اتركيني. شو يعني شو يعني بدك يعني اخسر شغلي؟ شبك؟ لانه اذا سمع صوتي رح يرجع اكيد. حق علي اني ساعدتك، يلا روحي من هون. تعي حبيبتي. يلا تعي تعي. جوري خلص، عمر طلع على الطيارة وسافر. حتى لو هو سافر على امريكا ما بلاقي مثله، انا متأكدة من هالشي. هي انت جوري؟
ما بعرف كيف رحت على المطار. عن جد أنا كيف عملت هيك؟ لما عرفت إنك رح تسافر ما ترددت ولا ثانية إني روح. لو ترددتي ما بتكوني أنتي. أنا بحبك هيك جوري، بحب كتير عفويتك وجنانك. وحضرتك مالك قليل على فكرة. بصراحة الصبح لما شفتك قدامي تفاجأت وتلبكت. شو أعمل؟ بدك اتفرج عليكي وانتي عم بتضيع مني معقول؟ أجوري؟ بصراحة يعني كنت ناطر انك تقولي لا على طاولة كتب الكتاب وتقومي، بس على الأغلب أنا مديون لهديك البنت اللي بتحشر مناخيرها بكل شغلة. مستحيل مجد يعمل هيك شغلة، ولا شو رأيك؟ صراحة مجد ممكن يغلط بسبب غيرته، بس هيك غلط ما بظن يساوي. لكن ليش ميرا اشتكت عليه؟ بركي لأنه بتغار منك. هلأ معقول بتغار مني؟ ما بعرف يعني ميرا بنت غريبة، بس هي جوري هالحكي والقصص هاي كلها ما بتهمني بنو. هلأ اللي بيهمني بس انك معي. هاي اول مرة ما بتسمعي كلام حدا وبتسمعي الصوت اللي طالع من قلبك. حاولت كتير سكت هالصوت وما اسمع عشان ما حدا يزعل مني. عن جد اللي عملتيه جنان رسمي. يعني كيف بتوافقي على مجد؟ ما استوعبت هذا الشيء. صار فينا نمشي؟ ما بابا واخواتي بيكونوا جانين من خوفهم.